فيما قال البيت الأبيض في تصريحات للحدث إن إيران تحدثت علنا بشأن نيتها الرد على إسرائيل. وأكد البيت الأبيض على استمرار المحادثات لخفض التصعيد والتوتر مع إيران وفي الشرق الأوسط بشكل عام. ونقلت واشنطن بوست عن مسؤولين أمريكيين قلقهم من ضربة استباقية إسرائيلية على إيران وتخوفهم من رد عسكري إسرائيلي متهور على الضربة الإيرانية المتوقعة. هذا سرب من الطائرات الأمريكية المقاتلة F-22 في طريقها إلى الشرق الأوسط في إطار الجهود الأمريكية لعرقلة أو صد أي هجوم إيراني على إسرائيل. هذه الخطوات العسكرية تأتي بموازاة الجهود الدبلوماسية والسياسية التي تمارس على إيران لثنيها عن الرد، وسط ترجيحات بأن طهران تراجعت بالفعل عن الرد في الوقت الحالي بحسب ما أوردته صحيفة واشنطن بوست الأمريكية. المفاجأة التي أوردتها صحيفة واشنطن بوست نقلا عن مسؤولين أمريكيين هي أن واشنطن لا تخشى فقط من الرد الإيراني، ولكنها تخشى في الوقت نفسه وربما بقلق أكبر من قيام إسرائيل بضربة استباقية على طهران أو أن تتهور في الرد على الهجوم الإيراني المحتمل بشكل يقحم الشرق الأوسط في حرب شاملة. الخوف الأمريكي من تفلت الرد الإيراني بات أقل من القلق المحيط بنتنياهو وطريقة تصرفه في حال ضربت إيران إسرائيل. ترجيحات تراجع إيران عن رد واسع على إسرائيل تتوافق مع تصريحات لزعيم حزب الله حسن نصر الله قال فيها إن رد الحزب آت وحده أو مع جبهة المقاومة بحسب وصفه. إيران ألزمت بأن تقاتل بعد قصف القنصلية الإيرانية، والآن ملزمة أن تقاتل بعد اغتيال شهيد هنية في طهران. لكن بطبيعة المعركة وتصور محور المقاومة وجبهة المقاومة القتال، ليس مطلوبا من إيران أن تدخل قتالا دائما. صحف إسرائيلية أيضا ألمحت إلى أن التقييم الحالي في إسرائيل هو أن إيران تعيد نظرها في كيفية الرد على تل أبيب. أما حزب الله فإنه ينتظر الفرصة العملياتية للقيام بالرد باستخدام صواريخ دقيقة ضد أهداف عسكرية.